وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جافت أدمعي وظننت أن الحزن فيه ضئيلا وبقيت أسعى للحياة مكابدا وجفوت قولا محكم التنزيلا. القرآن الكريم كتاب الله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم وايد حالات نعرفها وشفناها برأي العين أصابهم الشفاء من بعد الله سبحانه وتعالى ثم بالقرآن الكريم. في هذه الحلقة بإذن الله سنتعرف على هذه المعجزة الخالدة من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيه شفاء. القرآن الكريم فيه شفاء لجميع الأمراض، سواء كانت أمراض حسية جسدية أو حتى قلبية، وهذه الأمراض سواء كانت أمراض شك أو نفاق أو غيل أو ميل أو زيغ لا تكون ولا تذهب إلا بالقرآن الكريم، وهذه الأمراض لا تزول إلا عن المسلم المؤمن الحق، بدليل قوله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله يفتح عليكم. الهدى اللي هو النور الذي نستنير فيه طريقنا وعبادتنا لله سبحانه وتعالى، وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الكفار بعيدين كل البعد عن موضوع الشفاء، لأنهم لما يستمعون إلى القرآن قد يتأثرون وقد يصيبهم بعض الخشية من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يكابرون كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحد سادات قريش. كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون، ولكنهم كانوا يكابرون عن الإسلام بداعي القبلية والخوف من القيل والقال. الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق في هذا القرآن المعجز، ألا وهو طريق الشفاء. كثير من آيات القرآن دلتنا على أن القرآن الكريم هو الشافي، هو المعافي. أي إنسان أصاب قرح، أي إنسان أصاب مرض، أي إنسان أصاب هم، أي إنسان أصاب غم، فما له إلا القرآن. فالقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي ما يكون سببا للفوز برحمة الله سبحانه وتعالى بما فيه من الإيمان. ألم نعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لمسعود عندما طلب منه
أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه مسعود من سورة النساء، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إيش؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. يا سلام على سماع القرآن والسكينة والشفاء والطمأنينة التي تكون في القلب وفي النفس وفي الروح. وفي المقابل يا سلام، شوف شوف القوة في القرآن، شفاء ورحمة من جانب لمن؟ للمؤمنين. أما المكذبين، أما الجاحدين، ختم الآية وقال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قد جاءكم فلتنصتوا لحديثه، وهو الذي نلقي عليك ثقيلا، وهو الذي نلقي عليك ثقيلا. في قصة جميلة حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر ومروا على قرية وكانوا يبون يجلسون عند أهل هذه القرية. أهل هذه القرية أبوا أن يستضيفوا أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. سيد هذه القرية لدغ يتحيى وقرصته لدغت هذا السيد، فأصاب المرض، ما عرفوا شنو يسوون، فذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي رفضوا أنهم يستقبلونهم، فقالوا لهم أعندكم شيء؟ يعني عندكم أي شيء نتطبب فيه نداوي فيه سيدنا؟ فالحين صارت عندهم القوة أصحاب النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام، فامتنعوا أن يقدموا لهم أي شيء إلا إن جعلوا لهم جعل، يعني أعطوهم هدية أو مكافأة، فجعلوا لهم جعل وهو قطيع من الغنم. وشنو كان العلاج اللي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانت الرقية، فرقوا هذا السيد. بماذا رقوه؟ بأم الكتاب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شنو هي سبع المثاني والقرآن العظيم؟ سورة الفاتحة. رقوه بالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فشفي هذا السيد، رقوه سبحان الله بأم الكتاب فقط وشفي. فانبسطوا من هذا الفعل ومن هذا الأمر، فنقلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي كانوا يبون يقتسمون القطيع كامل، فقال لهم لا والله حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيدهم على هذا الفعل، وأن القرآن شافي لكل الأمراض سواء كانت أمراض جسدية أو عضوية أو إلى آخره، حتى بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لي جعلا. فهذه كانت من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام. هذه الأمور وهذه الرقية الشرعية من الأمور اللي يجهلها كثير كثير من الناس. يا جماعة الخير، ترى القرآن عظيم، القرآن رحيم، القرآن فيه كنز ما نعلمه ولا نقدر نستوعبه إلا إذا شفناه برأي العين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا كتاب الله فالزم هديه، طوبى لعبد داوم الترتيلا. أنا يحدثني أحد الأطباء، هو ما شاء الله متخصص في مجال الطب وفي مجال الدعوة، يقول كانت عندنا حالة في المستشفى جالسة تقريبا لمدة 9 شهور وهي فقد الوعي، يعني يسمونه في المجال الطبي ميت إكلينيكيا، يعني خلاص ميتة بس ينتظرون أنهم يشيلون عنها الأجهزة. وكان ولدها
يقعد عندها ويبكي على ريولها ويبكي على حالها ومتأثر. فالولد يكلم أمه يقول لها أنا ما راح أكلمك إلى يوم القيامة من تأثر الولد بالحالة اللي وصلت له أمه. فهذا الدكتور جاء إلى هذا الشاب وكانت أمه منسدحة على سرير المستشفى. فقال له ليش تبكي؟ ليش هذا الكلام اللي تقول له؟ فقال يعني أمي صار لها 9 أشهر وهي بهالحال، وكل الأطباء قالوا إنه خلاص حالتها ميؤوس منها. قال له زين، كل الأطباء قالوا هالشيء؟ قال إيه، كل الأطباء قالوا إن حالتها ميؤوس منها ولا راح تصحى. قال له زين، ورب العالمين؟ فقال رب العالمين يقول ما أعرف شي يرد علي ولا أعرف شي يكلمني. يقول أنا خذيت المصحف كان أبطل على سورة الإسراء، فيقول هذا الدكتور قعدت أقرأ. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الكفار كانوا يكلمون النبي أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، مو مرض، خلاص ماتوا وصاروا عظام. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني صيروا أشد من العظام، يعني صيروا حجارة أو حديد. الإنسان إذا صار حجارة أو حديد هل يقدر يعيش مرة ثانية؟ لا طبعا ما راح يقدر. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول قل الذي فطركم أول مرة، يعني الله قادر ولا مو قادر؟ قادر. الله سبحانه وتعالى قادر. فيقول وأنا أقرأ هذه الآيات الولد يقول يا رب أنا أمي مريضة مو ميتة. يقول يعني هو قاعد يكلم نفسه بينه وبين نفسه، يقول أنا أمي مريضة مو ميتة، يا رب إنك تحييها، يا رب إنك ترجعها لنا. يقول بعدين قرأ آية ثانية، آية سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. يقول أنا يوم قريت 100 عام ثم بعثه، فهذا الشاب الولد يقول يا رب أمي بس 9 أشهر، أنا مو مخليها 100 عام بس 9 أشهر. سبحان الله، لما خلص قراءة هذه الآيات وكان هذا الدكتور يقراها بقلب خاشع مؤمن عند الجزم والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى إن كتب في سابق عهده أن يشفي هذه المريضة فسيشفيها. يقول الدكتور والله ما انتهيت من قراءة هذه الآيات إلا إيد الأم قاعد تتحرك، وكانت الأجهزة عليها فما كانت تقدر تتكلم. فكان يقول لها يا فلانة تسمعيني؟ فتهز برأسها أنها تسمعه. الولد ما قدر يتمالك نفسه وطاح مغشي عليه من المنظر اللي شافه. فراح هذا الدكتور وهذا الولد للأطباء وقالوا شون حالة فلانة؟ فالدكاترة اللي كانوا قاعدين بالقسم قالوا الله يرأف بحالها. فيوم دشوا وشافوا أن المرأة ردت لها عافيتها وردت لها صحتها، عرفوا بأن الله على كل شيء قدير. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. ويقول المولى عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن كنت في ضيق فما عليك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن كنت في شدة ما عليك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن كنت في ابتلاء ما عليك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. موضوع التداوي في الإسلام موضوع مهم، يعني في بعض الأشخاص يعتمدون على الرقية أو يقول لك خلاص أنا ما أبي أتطبب ولا أبي أداوى.
وهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أفضالهم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من الجميل الأخذ بالأسباب وهي أعلى مراتب التداوي. شنو هي أعلى مراتب التداوي؟ الإنسان إذا حس في نفسه مرض بالعكس يذهب إلى الطبيب يستشيره، يعطيه بعض الأدوية، وأيضا يكون إلى جانب هذا الدواء القرآن الكريم، فهذه أعلى مراتب التداوي. في بعض الأشخاص يقول لك أنا خلاص بروح إلى الطبيب وهو اللي راح يشافيني وهو اللي راح يداويني، وهذا غلط، لأن الإنسان يجب عليه ويتحتم عليه أن يعلم بأن من سيشافيه ومن سيعافيه هو المولى سبحانه وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب عندما ذهب وأراد أن يدخل إلى بلاد الشام انتشر فيها مرض الطاعون، فلم يدخل إلى هذه البلاد، فقالوا له أتفر من قدر الله؟ يعني أنت يا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وتخاف أن أنت تدش هذه القرية عشان لا يصيبك المرض؟ فرد عليهم بجملة وأصبحت خالدة هذه الجملة، قال لهم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أنا حتى لو ما دشيت في هذه القرية هذا باختياري وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ الأسباب مهم جدا جدا في موضوع التداوي. من نحن حتى يأذن الله سبحانه وتعالى أن نتلو وأن نقرأ كلامه؟ من نحن؟ والله أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأذن لنا وسمح لنا أن نقرأ كلامه وكتابه، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القرآن كما أنه دواء وشفاء للمؤمنين، وعلى المؤمنين أن يغتنموا هذه النعمة العظيمة. ابن القيم رحمه الله يقول القرآن الكريم هو الشفاء التام لجميع الأمراض، ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعلمنا منه ما نسينا، وأن يذكرنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ولما قسى قلبي
قلبي وجفت أدمعي، وظننت أن الحزن فيه ضئيلا، وبقيت أسعى للحياة مكابدا، وجفوت قولا محكم التنزيلا. طابت حياة القارئين لذكره، كم ضل فيهم هاديا ودليلا، قول أتانا من سماء محكم لا يقبل التحريف لا التبديل. حث الأنام وانصتوا التبتيلا. قد جاءكم فلتنصتوا لحديثه، وهو الذي نلقي عليك ثقيلا.